طيب انا معايا على التليفون السيد احمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد جده السعودي. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيكم، مساء الفل. اهلا بيك استاذ ابراهيم، ومساء الخير عليك وعلى كل على مصر الجميله كلها من اولها لاخرها. الله يعز حضرتك ويعلي مقدارك، مساءك زي الورد، وتحياتنا لأهلنا ولشعبنا شعب المملكة العربية السعودية بالكامل. وخليني أسأل حضرتك عن كواليس صفقة أحمد حجازي، متى بدأت المفاوضات وانتهائها؟ أنا عارف أنه كان النهاردة بسرعة جدا جدا قبل ما يخلص بقى موضوع القيد، فافهم من حضرتك وحطنا معاك في الصورة. والله شوف، هي الامور مرت بثلاثه شديده جدا، كانت رغبه مشتركه من الطرفين. بس انت عارف انه انتقال نجم كبير على حجم حجازي الى نادي كبير زي الاتحاد، يعني لابد ان يكون في كثير من الشروط التعاقديه ما بين الطرفين والاخذ، تعرف هذه اشياء قانونيه يعني، تمام؟ فالحمد لله تمت، وكان في توافق كبير جدا 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 في النقاش ما بين الطرفين. واحمد كان حريص على انه يجي ويجرب هذه التجربه الجديده عليه في المملكه العربيه السعوديه مع نادي الاتحاد السعودي، وفي نفس الوقت احنا كنا حريصين على انه احمد يكون جزء من تركيبه هذا النادي ويساعد النادي على تحقيق طموحات جماهيره. وانت ما تعرف نادي الاتحاد يمكن جماهيريته طاغيه في المملكه العربيه السعوديه، صحيح، ونتائجه وتاريخه كبير جدا، كونه من الانديه يعني من الانديه قليله على مستوى اسيا اللي حقق كاس اسيا كاس الدوري من ابطال اسيا مرتين متتاليه. ما في اي نادي اسيوي على الاطلاق حققها مرتين متتاليه غير نادي الاتحاد، وبالتالي هو لاعب كبير اتى الى نادي كبير. نتمنى له التوفيق مع زملائه، وانه ان شاء الله تعالى يظهر بالمظهر اللي يليق بنجم بيمثل مصر العظيمه ويمثل الاتحاد الكبير ان شاء الله باذن الله. التعاقد لمده قد ايه؟ هو التعاقد الإعارة لمدة سنة، على أساس أنه في معه إمكانية الشراء بعد شراء العقد بعد انتهاء المدة. إعارة لمدة موسم مع إمكانية الشراء، صح كده؟ بيتم تفعيل بند الشراء إمتى يا فندم؟ قبل نهاية الموسم إن شاء الله تعالى، إن شاء الله. إحنا واثقين أنه أحمد حيكون إضافة كبيرة للفريق، وما حيخرج من عندنا إن شاء الله تعالى إلا يعني بعد الاعتزال بعد 3 سنين ان شاء الله باذن الله. طيب اسال حضرتك بقى في جزئيه لها علاقه بمتى سينضم حجازي رسميا الى صفوف الاتحاد، لان ما اعلمه انه حجازي حتى الان متواجد لسه في انجلترا. الاتفاقات المتعلقه بانضمام حجازي امتى ان شاء الله؟ والله شوف، احنا نتوقع في اي لحظه، يعني متى بالضبط ما اقدر اقول لك لاني ما اعرف الان، تمام؟ يعني بس اعتقد خلال يومين بالكثير. خلال يومين بالكتير ان شاء الله. طيب اخر جزئيه، ما الذي دفع اتحاد جده تحديدا للتعاقد مع احمد حجازي واختيار احمد حجازي تحديدا في هذا التوقيت اللي فيه كان اتحاد جده بيصارع الوقت علشان يقدر يقيد اللاعب في صفوفه؟ اول شيء استاذ ابراهيم، يعني كما تعرف انت من خبرتك انه اي تعاقد من اي نادي ولاعب، النادي دائما بينظر الى مواصفات معينه في اللاعب الذي يريد استقطابه. فطبعا انت كنادي لابد انك تضع مواصفات خاصه، فاحنا وجدنا ان المواصفات دي تنطبق على الكابتن احمد. من خلالها يعني طبعا التوجه كان بالدرجه الاولى للكابتن احمد، والحمد لله شكر لله ربنا سبحانه وتعالى وفقنا، وهو ابدى مرونه كبيره جدا، وكان في منتهى، يعني خليني اشكره بهذه المناسبه فعلا على اسلوبه، وطبعا مخيل اعماله كان معانا على الخط على طول، واحمد نفسه كان يعني متداخل وعلى العكس بلل كثير من الحاجات والصعوبات اللي كانت تواجهه. ان شاء الله باذن الله بتمنى لكم كل التوفيق، وعايزين نشوف اتحاد جده يكسر الدنيا ان شاء الله باذن الله الموسم ده باذن الله تعالى. شكرا لكم وشكرا للتلفزيون المصري، وتحياتي لاحلى مصر. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم. سيد احمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم اتحاد جده السعودي، وتعقيب مهم على انضمام نجمنا المصري احمد حجازي. انا حكيت لكم الكواليس وحكيت لكم التفاصيل، فالنقله والظروف اللي حصلت لحجازي من ويست بروميتش الى اتحاد جده، هي دي الكواليس اللي كانت موجوده فيها. مفيش عروض كانت من انجلترا، هو مش واخد فرصه وحقوقه الحقيقيه في المشاركه مع ويست بروميتش، وبالتالي الراجل بيبحث عن المشاركه مع ظروف المدرب الحالي. صعب جدا
ان هو يكون متواجد. فدي الكواليس اللي بناء عليها انت كون بقى انطباعك وكون انت رايك وكون وجهه نظرك، انا شرحتها لك وحضرتك في النهايه انت اللي بتقيم.